السلام عليكم ومساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. رمضان مش مجرد موسم ديني، ولكن هو في الأساس كلتشر وثقافة وسلوك وعادات جميلة ومحبة وروحانيات بتتملي بيها حياتنا، ومفيش أحسن من أنه يجي هذا الشهر العظيم المبارك ومعاه موسم الخيرات، عبارة عن كوكبة من المناسبات الجميلة. كل سنة وانتم طيبين بالإيستر وبعيد شم النسيم. ويعني أنا دايما أقول من ضمن علامات محبتنا لسيدنا محمد رسولنا في الإسلام أنه لم يكتب في القرآن الكريم سورة باسم أمه رضي الله عنها، آمنة بنت وهب، ولكن موجود سورة كاملة شابتر كامل اسمه مريم. سيدنا محمد ذكر في القرآن 4 مرات، سيدنا عيسى ذكر في القرآن 25 مرة. كل دي حاجات بتقول أنه هذا الكتاب هو last divine speech to the humanity. زي ما بيكون في كده في ريكول من الشركة، بتجرب مع الناس رسل وأنبياء وسفراء، ففي الآخر بقى بتطلع لهم آخر ديفايس مكتوب فيها شوية حاجات فيها كل الكونكلوجن بتاع اللي فات، من غير مسابقة ولا من غير تنافس ولا من غير أي حاجة خالص. اللي عايز يحس يحس، واللي مش عايز هو يوم القيامة هيبقى يوم مفاجأة عظيم، أنا مؤمن بذلك. ومحدش هيعرف أي حاجة في أي حاجة أكتر من إنه هو كل واحد هيبقى مسؤول عن اللي هو accepted في حياته. يعني أنا قلت أنا ماشي على القرآن، أنا هتحاسب بيه، أنا ماشي على الإنجيل هتحاسب بيه. Whatever you accept it will be, you will be judged accordingly. والحكاية المحبة الحقيقية اللي حصلة اللي أنا بشوفها بالذات مع إخواننا الأقباط، والله شهيد على ما أقول، أنا بتسعدني وبتسلك صدري، وفعلا بتعرفنا أن إحنا جايين من بلد عظيم بثقافة عظيمة هي بلدنا الحبيبة مصر. البلاد دي الموضوع فيها مختلف حبتين، علشان ما حدش يحس أن أنا يعني حشرد عن الموضوع. التجمع اللي موجود حاليا احد الاسباب الاساسية اللي خلتني احضر انه ده عمل بجد حقيقي. هذه البلاد لا تعترف لا بالعصبيات ولا بده شاطر في دينه ولا شاطر في عصبيته ولا شاطر في مناسباته الدينية. البلاد دي بتعترف زي ما ابن خلدون كان بيقول الإنسان كائن اجتماعي، هنا احنا بنضيف هنا كائن اجتماعي مشارك، يعني فوتر، يعني بيعمل لنفسه ايدنتيتي بأنه يعمل لنفسه قيمة من خلال تصويته. لا تصوت أنت لست موجودا، مهما كنت غني ومهما كنت سكيلفول ومهما كنت عندك يعني ثروة ومواهب منفردة زي ما سيدنا أبونا ديفيد كان بيتكلم، يمكن أنا لقطت خيط الكلام قبل ما يمشي نيافته. فيعني أنا بحييك الدكتور أشرف عشم الله، بحييك على هذا التجمع الجميل، وياريت يكون بذرة لتجمعات أخرى. وحقيقي الوجوه اللي انتوا يعني اتجمعتوا معاها وحواليها وجوه كلها مشرفة ومحترمة. السيدة العظيمة إيريني بخيت الجدج المحترم، وجه من وجوه مصر الموجودة هنا المشرفة، أخويا الحبيب الأستاذ جوزيف بطرس اللي بيخر محبة كده وهو ماشي، الجمال واللطف والمحبة والاحترام. وما ننساش النائبة العظيمة الستنا هانم نادية هنري اللي بتشرف اي مكان بتكون موجودة فيه. وهقول لكم على حاجة لطيفة، هاخد دقيقة بكتير قوي، يعني هتبقى شبه يعني مسلية كده برضو زي الكوميدي ستاند بس بشكل درامي شوية، عشان عارف المناسبات دي ما بتحبوش انتوا الناس اللي دمهم تقيل وقعدوا تتكلموا بقى في الكلام المتقعر، لو فاكرين الجملة دي اللي هو بيتكلم بطريقة اكسسيف، فيها اكسسيفنس.
الست الجميلة دي مدام شيرين العبد اللي قاعدة هناك ديت عملت لي تزكية وأنا عمري 34 سنة، فاكر هذا الكلام من أكتر حاجة بتاعت 21 سنة أو شيء من هذا القبيل، لما حصلت الأحداث بتاعت المؤسفة بتاعت سبتمبر 11، فهي كانت ساعتها مستشارة الحزب الجمهوري في عن الجاليات العربية. قلت لهم في واحد كده يعني كويس ممكن يقول كلمة كويسة أو شيء من هذا القبيل يعني. المهم كان ده سبب إن أنا دعيت من الوايت هاوس next to the president جورج بوش، وكان يميها الجنرال سكرتاري كوفي عنان، وكان كل بقى الناس الجامدة اللي هي مسكت أمريكا فيما بعد، وهيلاري كلينتون وجولياني والناس دي كلها. المهم وأنا واقف أنا في إيدي سبحة مستلمها من قداسة البابا شنودة الله ينيح روحه، عطاها لي يمكن قبليها بثلاث شهور، كان جاي يتعالج وكنا مستقبلينه في القنصلية، فالرئيس الأمريكي وأنا بسبح كده بيقول لي إيه دي، فقلت له دي كذا كذا ويزري ومش عارف إيه والكلمتين بتوع الشيوخ دول يعني. أنا شيخ نص نص على فكرة، أنا خريج يعني. أنا خريج نص نص يعني. أنا الله يكرمك يا رب، أنا graduated from law school جامعة اسكندرية، ومعايا ماستر في الشريعة ودكتوراه في الأصول، في أصول الفقه في الشريعة، وخدت من هنا PhD في الكومباريتيف ريليجنز، وبحاضر احيانا هنا في مانهاتن فيل كوليدج اللي في ويست شستر الى جانب المركز الاسلامي اللي احنا ربنا اخترنا بنخدم فيه. ولما نطلع فوق العصبيه وفوق الاديان وفوق الاجناس وفوق كل الكلام ده هتلاقي الحكايه كلها احنا مش فاهمينها. يعني انا لو اتولدت مثلا فرشيد بدل ما اتولد لإمام المسجد الكبير الشيخ سيد الطنطاوي دبيدار، كنت اتولدت للقسيس بتاع الكنيسة، كان ممكن أكون عندي كنيسة هنا في جيرسي سيتي. إحنا نحمد ربنا كل واحد على اللي هو الإي والمنتظم الذي انتظمه عقلا ودينا وسلوكا، وحيحاسب على اللي هو زي ما قلت وافق إن هو ينتمي إليه. اللي انتميت إليه هتحاسب من خلاله. لكن فوق كل الكلام ده لن يبقى إلا المحبة، والله بقولها مخلصة لن تبقى إلا المحبة. وبشكرك تاني يا دكتور أشرف عشم الله، دكتور أيمن فرج، والأساتذة اللي معاك المستنيرين المحترمين، وهذه الوجوه الطيبة من وجوه مصر العظيمة. لن يكون لنا وزن ولن يلتفت إلينا أحد مهما كان ثرواتنا ومواهبنا إلا من خلال البالك بتاع الفوتينج. فوتينج بالكس دو، غيرها مش هيحصل. أنا لما بتجيني مثلا واحدة زي لاتيشا جيمس اللي هي فيما بعد بقت الجنرال أتورني بتاعت نيويورك، جاي المركز الإسلامي بوصفة منهات، مش عشان إحنا يعني شعرنا أصفر وعيننا خضر جاي عايزة بتدور على مراكز التأثير وأماكن التأثير. الناس هنا فاهمين الجيم ماشي إزاي، مهما نتجمع ونكسب ويبقى في ثروات وفي عقول وفي شهادات لن يحدث خير إلا من خلال التجمع. أسعدني الرجل البسيط المحترم الأستاذ مجدي سعد الله، رجل من يعني من عوام الناس، قد تراه أنت رجل عامي مليان محبة وخير واحترام، ما فيش حد بيظهر إلا من خلال هذه البوتقة الاجتماعية والتآلف اللي بيحصل. ياريت المرة الجاية مش دي مصر لوحدها، ولا الجالية المصرية ولا الجالية القبطية، احنا أكبر من كده بكتير. اللي موجودين قد يكونوا مع كل الاحترام والوزن الثقيل الموجود، ولكن في شبهنا 100 موجودين مستنين اللي يعمل ليهم المبادرة، مستنين اللي يعمل لهم الليد، لأن دي الحكاية الحقيقية لقصة النجاح هنا. الرئيس الأمريكي شاف السبحة شكلها يمكن كان بينور من قداسة البابا، إيه ديت؟ قلت له هي كذا كذا، قلت له تتفضلها، قال لي بجد؟ قلت له طبعا بجد، راح حطتها في جيبه وأخذها. آه والله أخذ مني سبحة قداسة البابا شنودة، ولازال هذا الكلام موجود ومسجل، وجاني خطاب
بشكر وحاجه زي كده، لان الجرانين الصفراء تاني يوم قالوا برنس. طبعا برنس يعني مش برنس ولا حاجه يعني، بس يعني هم متهيألهم اي حد يلبس تربون وملابس شكلها كده فخيم يعني، فقال لك Arabic برنس بيهدي الرئيس حاجه يعني او شيء من هذا القبيل. فالبيت لابد كان هاز تو فيريفاي ان هي دي مجرد حاجه وشيء من هذا القبيل. حبيت اشارككم بس كده بعض الذكريات التي لا تنتهي. انا بقالي 28 سنه انا واثق انا بعمل اللي بيعمله الانبا ديفيد، والانبا ديفيد بيعمل اللي انا بعمله. كلها الحكايه خدمات وناس زعلانه وناس عايزه تصالح وناس خسرانه عايزه تكسب وناس حاسه بالامتنس عايزه تملى نفسها بالخير والمحبه والروح. ايا كان اللي بتنتمي اليه اشتغل كويس، وهنتقابل كلنا يوم القيامه عند ربنا يحكم بيننا فيما كنا فيه نختلف. والحمد لله اللي عندنا اللي نتفق فيه اكتر بكتير من اللي هنختلف فيه. شكرا وكل سنه وانتم طيبين.